بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد فيوتشر فورمز صيغات المستقبل. صيغات المستقبل، المستقبل يتكون من اربع صيغات. الفيوتشر سيمبل يتكون من اربع صيغات. هناخد اول صيغه منهم اللي هي صيغه ويل، يعني سوف، بلس انفينيتيف المصدر. الفعل هنا ايه؟ في المصدر، فعل في المصدر انفينيتيف. الانفينيتيف اللي هو ما يكونش اخره اي ان جي، يعني مثلا بلاي يلعب، بلاينج. لو ضفنا اي ان جي بقت ايه؟ بلاي، مش مصدر. بلايز اخره اس، اخره اي دي، يبقى دول الثلاثة دول مش مصدر. المصدر الاولاني اللي هو بلاي بس من غير اي ان جي، من غير اس، ومن غير اي دي. ناخد اكزامبل. سبجكت يعني فاعل، الاس اول حرف من سبجكت فاعل، زائد ويل سوف، زائد انفينيتيف اللي هو المصدر زي بلاي كده. اي ويل باي ذس كار، سوف اشتري هذه السياره. الاستخدامات بتاع uses of will زائد infinitive مصدر. أول استخدام اللي هي سما، will become ستصبح 30 next year العام القادم. دي future facts يعني حقائق مستقبلية. اثنين، الحالة الثانية اللي هي بنستخدم فيها ويل زائد مصدر لما يكون فيه بريدكشن، تنبؤ، ويز اوت ايفيدنس، تنبؤ بدون دليل، بدون ايه؟ دليل. ويستخدم مع هذه الكلمات شور بالتاكيد، ثينك يعتقد، بليف، بليف يصدق، اكسبكت يتوقع، هو بيامل، افريد يعني خائف او اسف، داوت شك، وندر يتساءل. طبعا المثال I think the match will be very exciting. وتستخدم will مع بعض الظروف الاتية زي perhaps، ربما، possibly، من الممكن، probably من المحتمل، surely بالتأكيد، definitely بالتحديد. example perhaps، perhaps ربما، I will see him at the party. number three، quick decisions، القرار السريع، زي مثلا نقول that's the phone، هذا التليفون بيرن، يعني I will answer it، يبقى هو خد قرار سريع دلوقتي يرد عليه تليفون، I'll answer it. number four، offers العرض، العرض زي لما أكون بعرض حاجة على، أعمل حاجة لواحد، I will go with you if you like، سوف أذهب معك لو تحب. request الطلب، الطلب زي will you، بس بتبقى صيغة سؤال، will you give me، يبقى will هنا وادي المصدر infinitive، will you give me a cup of tea، ممكن تعطيني لو سمحت فنجان شاي. warning التحذير، example take the medicine or you will get worse، خذ الدواء وإلا سوف ستكون أسوأ. البروميس رابعة، number seven، بروميس يعني الوعد، example I will buy you a new watch، سوف أشتري لك ساعة جديدة. number eight وهي الحالة الشرطية الأولى، first conditional، قاعدة if لو I have enough money، بيقول أنا لو معايا فلوس كافية، I'll travel around the world، سوف أسافر حول العالم، سوف أسافر إيه؟ حول العالم. هنا طبعا هاف ده فعل مضارب بسيط كده. الجملة الثانية مستقبل البسيط، الجملة الثانية اللي هي will travel، travel. number two، الصيغة الثانية بقى، الصيغة number 2،
اللي هي بتعبر عن مسألة اللي هي بنقول عليها going to، صيغة going to، بس نجيب قبلها ايه فعل am او is او are فعل يكون اللي هي be، تصريفات be am او is او are زائد going to زائد infinitive. example: we are going to build a villa، سوف نبني فيلا. الاستخدامات بتاعها امتى بنستخدم الصيغة دي؟ لما يكون عندنا ايه اول واحدة personal plans، خطة شخصية، خطط شخصية ونية شخصية intentions. بلان خطة، have a plan، له خطة، intend ينوي، have intentions له نوايا يمتلك. example، اخذ example: my brother intends to live in أسوان، اخويا ينوي يعيش في أسوان. عشان intend هنا في الجملة الأولانية يبقى ناخد ايه، ما ناخدش will زائد مصدر، ناخد ايه الإجابة اللي هي he is going to buy a flat there. prediction، prediction with evidence يعني التنبؤ قائم على دليل، على الدليل. ناخد معاها going to مش will زائد مصدر. example: the sky is black، السماء تكون سوداء يعني سوف تمطر. it's going to rain، ما نقولش it will rain، ما نقولش it will rain، لا it's going to rain. prepared decisions، القرارات المسبقة يعني اتخذت قرار قبل كده من زمان. decided يعني قررت، او have decided او قررت. made a decision، عملت قرار. made up his mind يعني غير رأيه أو اتخذ القرار. example: I have decided to change my car. يبقى هنا طالما لقينا كلمة decided في الجملة الأولى يبقى الإجابة إيه هنا؟ عملنا اختياري، نقول going to، ما نقولش will buy. I am going to buy a modern one، سوف أشتري واحدة جديدة. number 4: actions that about to happen، يعني الأحداث اللي هي على وشك الحدوث. تستخدم مع الكلمات الآتية: watch in out، انتبه. look out، انتبه برضو. احترس، be careful، كل الكلمات دي احترس. take care، look out. هذه مثال example: look out you are going to drop the plates، سوف توقع الأطباق. number 4: الصيغة اللي بعد كده اللي هي صيغة المضارع المستمر. المضارع المستمر بيتكون من am، is أو are زائد verb زائد ing. طبعا تجيب فعل، الفعل إذا كان I نقول am، he أو she أو it نقول is، الجمع we أو they أو you نقول are، زائد نجيب فعل في المصدر هنا زائد ing. أحمد is watching the match tomorrow، أحمد سوف يشاهد الماتش غدا، ما نقولش بيشاهد الآن، يبقى كده is watching بيشاهد الآن، بس هي بتدل على المستقبل عشان وجود كلمة tomorrow، يبقى معناه سيشاهد. يستخدم المضارع المستمر للترتيبات المستقبلية الآتية: future arrangement، الترتيبات المستقبلية لا بد من وجود تعبير زمني يدل على إيه؟ على المستقبل. 1: تدل الكلمات الآتية على وجود ترتيبات، يعني مثلا arranged مرتب، made arrangement عمل ترتيبات، prepared يعني جهز. example: everything is arranged، طالما هنا arranged يعني الشيء كل شيء مرتب، ناخد ايه صيغة المضارع المستمر. we are leaving to Cairo at 5 tomorrow، سوف نغادر القاهرة الساعة 5. number 2: أحداث تم الترتيب لها في وقت محدد في المستقبل، زي my brother is getting married next month، سوف يتزوج أخي الشهر القادم. اجتماعات، الاجتماعات والمناسبات
تستلزم ترتيبات بشرط تحديد وقت الحدوث، زي الاكزامبل ده: My sister is getting married next month، يعني اختي سوف تتزوج الشهر القادم. الصيغة الأخيرة اللي هي صيغة المضارع البريزنت سيمبل، هي المضارع البسيط. المضارع البسيط بنا عارفين انه بيستخدم عشان يعبر عن فاكت، حقيقة او هابت، عادة او اشياء متكررة في الوقت المضارع. بس ازاي بيدل على المضارع على المستقبل؟ بيستخدم للتعبير عن المستقبل لما يكون في اشياء تحدث حسب جداول هو مواعيد سماء، تايم تيبل يعني جدول. مثلا نقول the course starts in July، يعني الكورس يبدأ في شهر يوليو. ما نقولش يبدأ دلوقتي، معناها سوف يبدأ في يوليو. the plane leaves at 7:30، الطائرة سوف تغادر الساعة 7:30. طيب بصفة عامة فيه كلمات بتدل على زمن المستقبل زي tomorrow غدا، in the future في المستقبل، soon حالا، next القادم. وطبعا مع أدوات الربط زي كده كلمة after بعد، as soon as بمجرد أن، when عندما، the moment. يعني الكلمات دي كلها بيجي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تام، والجملة الثانية مستقبل بسيط أو أمر، مستقبل بسيط أو أمر. After I arrive، بعد ما أنا أوصل، I will take a taxi، سوف أخذ تاكسي. القاعدة الثانية before بتساوي by the time، يعني الاثنين معناهم قبل، يجي بعديهم مضارع بسيط أو مضارع تام، سائل مستقبل بسيط أو أمر. زي المثال ده before I leave، قبل ما أغادر، I will phone you، سوف أتصل بيك. القاعدة اللي بعد كده till وانتل معناهم حتى، يبقى في نص الجمل بين الجملة الأولى والثانية، الجملة اللي تسبقها يبقى يكون مستقبل بسيط ومنفي أو أمر، جملة أمر. الجملة اللي بعد وراها مضارع بسيط أو مضارع تام، زي مثلا الإكزامبل: Don't put the bread in the shopping bag until it cools. ناخد exercises على اللي شرحناه عن المستقبل، زي ما تشوز اختار I expect أو عمر، نقط first next term، أعتقد عمر، نقط الترم القادم. يبقى نقول comes ولا came ولا will come ولا will be coming. يبقى عشان expect يبقى will come، مستقبل بسيط يعني will زائد مصدر. اثنين، number two، number two. What a beautiful dress، ما يا له من فستان جميل، I not it. برضو ناخد will buy، سوف اشتري، لانه قرار سريع، quick decision. number 3 study for exams or you not exam. نقول feel يسقط ولا will feel ولا are going to feel ولا don't won't feel. طبعا عشان ده التهديد، يعني سو ولا تسقط يبقى will feel، الإجابة الصح will feel. number 4 if it is late، قاعدة if طبعا هنا عندنا مضارع بسيط انفعال is، يبقى هنا مستقبل بسيط على طول will take a taxi. number 5 I have a plan، طالما لقينا كلمة plan دي مع على طول going to، يبقى I'm going to increase، يعني سوف أزود الكواليتي، جودة المنتجات بتاعتنا، our products. number 6 he has already decided، و decided برضو مع going to، يبقى is going to sell، هو سوف يبيع his old الشقة القديمة بتاعته. number 7 be careful، كن حريص، جنى، طبعا هنا going to عشان في دليل على انها تقع، are going to fall. number 8 some friends، هنا نلاحظ ان الجمله دي فيها by me،
يعني معناها مبنية مجهول ومستقبل. بعض الأصدقاء يبلوني as arranged، دي معها مضارع مستمر، يبقى مضارع مستمر منفي مبني مجهول، يبقى are being made. are being made. number 9 I know some friends for lunch as arranged. as arranged برضو معها مضارع مستمر، يبقى طبعا ولكن هي هنا جملة مبنية للمعلوم، يبقى am meeting، سوف أقابل أصدقائي للغدا كما إحنا مرتبين. number 10 it's arranged برضو arranged شيء مترتب له. we not to the red sea this summer، إلى البحر الأحمر هذا الصيف، يبقى مضارع برضو مستمر، يبقى we are going. we are going. number 11 I not 18 years old next year. دي هنا فيها ايه؟ future fact، حقيقة مستقبلية، هكون عندي 18 سنة العام القادم، يبقى will be، ناخد will be مش going to. number 12 my lesson درسي بيبدأ الساعة 4 يعني at 4 o'clock، يبقى المضارع بسيط finishes عشان جدول مواعيد. number 13 it is very كلاودي، عندنا كلمة كلاودي يعني الجو غائم في سحاب كتير، يبقى I think أنا أعتقد، يبقى is going to rain، سوف تمطر، الإجابة الصح. number 14 I have intention، طبعا intention نية لأدرس الراشن اللغة الروسية، يبقى نقول I for a course، I for a course، يبقى نقول إيه طالما النية، يبقى I'm going to apply، يعني سوف أقدم للكورس ده في عشان أدرس اللغة الروسية. وبكده يكون انتهى درس اليوم، وبليز اشتركوا في القناة من فضلكم عشان تتابعوا معنا، وإن شاء الله هشرح بقية الأزمنة كلها، وهذا القواعد دي يعني مقررة على الصف الثاني الثانوي، بالتوفيق إن شاء الله. وشكرا، thanks for watching، وإلى اللقاء.